الحمد لله الجمعية المغربية للعلوم الطبية حظات بواحد الشرف كبير اللي هو الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده في هذه النسخة 37 ديال المؤتمر السنوي. وكذلك أهمية أخرى هو أنه كاين أول ملتقى طبي ليبي مغربي ليبي لتبادل الأبحاث وتبادل الخبرة ما بين الأطباء المغاربة والأطباء الأشقاء الليبيين. وهذا المؤتمر غادي يعرف أولا تقديم أبحاث ديال الأطباء الشباب. وهذا العام كان واحد الكمية مهمة ديال الأبحاث وصلات ل 750 بحث ملصق من الملصقات و 157 من الأبحاث اللي غادي يتعرضوا. إذن فهذا مهم دونك أكثر من 900 بحث بالنسبة للأطباء الشباب. وحنا تنعرفوا الأهمية ديال التكوين المستمر في هذا المجال ديال الطب. كذلك كاين البروتوكولات العلاجية وغادي نتذكروا على البروتوكولات العلاجية ديال التعفنات عند الأطفال حديثي الولادة وكذلك العملية القيصرية عند الحوامل. وحنا تنعرفوا الأهمية ديال البروتوكولات العلاجية لضبط المصاريف والأهمية ديالهم في التوازن ديال الصناديق. وكذلك هناك مائدة مستديرة حول كوفيد واستراتيجية استعملتها الدولة ديالنا المملكة المغربية للتصدي لهذه الجائحة. اتخفر هاد المؤتمر ديال الجمعية الوطنية لعلوم الصحة قدرنا الحمد لله اننا نقدموا الاعمال ديالنا اللي درجناهم كتصوا حنا اون طونك اطباء داخليين ولا الاطباء المقيمين اللي في المستشفى الجامعي ديال ابن رشد واللي كناكدوا فيه على اننا كندرجوا حنايا كتصوا في البرنامج الوطني ديال الحمايه الاجتماعيه باننا حنا عندنا دور فيه. والدور ديالنا كيبقى بيان ايفيدامون مهم كسوا على مستوى المجال الطبي ولا ميم على على توسكي جونغ باراميديكال. أنا المنسق الوطني للأطباء الداخليين والخارجيين في المؤتمر الوطني 37 ديال الجمعية المغربية لعلوم الصحة. هذا المؤتمر هذا كيعرف أيضا الأيام الأولى للشراكة ما بين الجمعية المغربية لعلوم الصحة والجمعية الليبية لعلوم الصحة باش إن شاء الله غيكون واحد أيام تدارسية اللي غتكون إن شاء الله هي فاتحة خير بإذن الله باش تكون واحد إن شاء الله واحد العلاقة تشاركية طبية صحية مثمرة ما بين البلدين. هاد الأيام العلمية ديال الجمعية المغربية لعلوم الصحة هي كتمر في واحد التدابير صحية مع احترام لجميع التدابير اللي أعطتها وزارة الصحة. وهاد الأيام الصحية هي أيام اللي كتمن المشروع ديال صاحب الجلالة لا نصر الله وإياده اللي هو الحماية الطبية للمواطنين والمواطنات. دونك الأبحاث العلمية التي قام بها الأطباء الداخليين والخارجيين توصلنا تقريبا واحد 1000 بحث علمي. حنا كنقوموا الآن بالمناقشة ديال أهم هذه الأبحاث. هذه هناك أساتذة باحثين كيناقشوا مع الأطباء الداخليين والخارجيين هذه الأبحاث هذه اللي كنشكرهم على الثقة ديالهم في الجمعية المغربية. هذه أولا. وثانيا كنشكرهم على هذه المجهودات اللي قاموا بها يعني في هذه الظروف الصحية الصعبة، فهما كذلك قاموا بهذه الأبحاث هذه باش إن شاء الله يعاونوا المملكة المغربية بالنهوض إن شاء الله بهذا المشروع ديال الرعاية الطبية. احنا على هامش المؤتمر الطيب هذا الملتقى المغاربي للعلوم الطبية حقيقة تواجدنا وهذا أول لقاء ليبي مغاربي بالخصوص.
وهذه بادرة إن شاء الله حتفتح الآفاق في التعاون الليبي المغاربي. وإحنا طبعا دائما المغرب نعتبر فيها هي بلدنا الأول والثاني، وحقيقة التجربة المغربية وخاصة في مكافحة بالأمراض ومنها الكوفيد 19 فتجربة جديرة بأن إحنا نأخذ منها عبرة ونأخذ منها دراسة، وهي أحد دول المغاربية وإحنا فخورين بذلك. فبالتالي هالتعاون هدايا حيكون فتح أفاق أخرى للتعاون في مكافحة الأمراض والأمراض الأخرى اللي هي الغير الكوفيد. وإحنا نأمل كذلك من خلال هالمؤتمر هدايا في أن إحنا هتكون فيه برامج للتوأمة وبرامج لدراسة بعض المنحنيات الصحية اللي هي التجربة المغربية حقيقة كانت جيدة في هذا الموضوع. وأعتقد بأن الإخوة في المغرب فتحوا لنا أبواب كثيرة من أجل مساعدة ومن أجل التعاون، من أجل يعني ربط أفاق الصلة الصحية بين البلدين. وهذا ليس عجيب في أن نحن نعرف بأن التعاون الإقليمي هي أحد السبل المهمة لمكافحة كثير من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية. فبالتالي احنا نعتقد ان في المستقبل القريب حيكون فيه تعاون وتعاون جيد ومثمر ويمكن الاستفادة منه في البلدين.